يلا ربك يكرم. بقول لك ايه يا بيبو؟ ايوه يا عم حشمة. دلوقتي انا قلت في الحلقه الاخيره بتاعه الميكروباص ان انا هقدم للناس مفاجاه. انا مش عارف ايه المفاجاه دي. الناس اللي بيحبوني، الناس اللي قاعدين عندي عند العماره، الناس اللي بيقعدوا تحت على القهوه، كل الناس حبايبي وجيراني وعشيرتي كلهم حبايبي، دول هقدم لهم حاجه مهمه جدا هي مش هتخيلوها. العيله جايه فيهم مفاجاه كبيره جدا. بص يا عم حشمه، الناس دلوقتي تقدم نفسها للترشيح للرئاسه والانتخابات، ما تيجي ترشح نفسك يا راجل؟ ارشح نفسي ايه بس؟ ليه؟ ما سبوبه حلوه وشايف كله بيروح. انت تعتمد على الله. انت من ساعه ما مسكت القهوه ظبطتها وظبطت الدنيا كلها والقهوه ماشيه وعلى الحال. مين عارف يمكن تضرب معاك وتظبط البلد دي. البلد دي عايزه لها حد يظبطها. طب ما احنا كده عايزين شويه حاجات، عايزين عربيه مثلا. معايا عربية حلوة قوي شغال عليها، عربي شطبها. نكلمه وراضيه وخمسة ولا 20 جنيه ويطلع معانا الليلة دي الطلعة دي. وأنت المتحدث الرسمي يا فايز؟ أنا المتحدث الرسمي؟ فل. ازاي يا كابتن؟ عامل ايه؟ يا صباح الفل. مساء الخير. الريس حشمة أهو أهو، سمعت الكلمة دي؟ السيد محمد حشمت، عايز اقول لكم ان اللي فات كله حماده وانا حماده ثاني خالص، بس انا عايز اقول ان الشباب كلها هتنبسط. شوف الموضوع هيحصل في منت، الكهرباء هخلصها في منت. لما شفت الاخ مرسي بقى رئيس جمهوريه وهو كان بعقليته، مش عايز اتكلم برضو في زميل برضو سابق، برضو زميل سابق، انا كرئيس جمهوريه هركب تاكسي وميكروباص. عندي عماره، العماره دي بنلم فلوسها، وعندي قهوه تحت العماره. انا ما بشتغلش قهوجي يعني، انما في قهوه موجوده وفلوس العماره دي. انا هقعد في صفه اللبن زي ما انا، ومش هركب عربيه، ومش هاخد عربيه الرئاسه. انت مين؟ انا مين؟ مرشح زميل يعني؟ ان شاء الله. طيب يا زميل هنخلص واحد واحد، يخلص وبعدين يخش. هسافر بالطياره عادي. طب ما ده على حساب حضرتك برضو ولا إيه؟ على حسابي يا ابني منين ولا ياكل؟ انا هيجي عليها ثوره؟ يا ابني انا بقول لك انا من الشعب. حبه. اي حد من ولادنا اللي رايح يعمل توكيل هيسيب جنيه. دعوتك في المناظره مع حزين صباحي، ما موقفك؟ هل هيقدر على المناظره معايا؟ هل هتقدر تنافس السيد عبد الفتاح السيسي؟ يعني جيت لي على ده حبيبي. انما احنا داخلين منافسه شريفه. لو الشعب اختارني فهو اختارني، الشعب اختاره اختاره. بس عشان نبقى شايفين برضو 21 مقر، عشان الناس برضو ايه تبقى فاهمه، احنا مش 21 مقر، ال 21 مقر دول قهاوي بتوع زمايلنا حبايبنا الناس صحابنا. بصوا انا لن اصرح باسمي كاملا، لان الناس اللي عايز يدور عليا يخش على اليوتيوب ويتفرج ويشوفني. الحمله بتاعتي مش هتتكلف 2000 جنيه. ممكن هعملها على كراتين، عارفين كراتين بتاعت المنتجات؟ هي دي الحمله بتاعتي، هنكتب على الكراتين انتخبوا حشمت ونعلقها. يلا فين؟ يلا سلام. يلا طيب انا انتظركم طبعا، اللي اقتنع يجي يرشح. لو النادي يا حشمت خليك هنا يا حشمت، لو النادي يا حشمت خليك هنا يا حشمت. عايزينك بينا حاضر في القصه والمناظر، عايزينك بينا حاضر في القصه والمناظر، اوعى تسيبنا وتفلق ده كلامك فينا علق. لو النادي يا حشمت خليك هنا يا حشمت، لو النادي يا حشمت خليك هنا يا حشمت. وقف هاتك رشاق يا حلقة لسه ما تمت، اوعى القنوات لا تشمت، لا وانت